ايه الاخبار يا شباب؟ النهارده هنعمل الانيميشن اللي انت شايفه قدامك ده على بلندر باستخدام الفلويد سيميليشن. لو انت عمرك ما استخدمت الفلويد سيميليشن فما تقلقش، عادي جدا ممكن تبقى اول مره وتعرف تعمل حاجه زي دي. فقبل ما ابدا عايز اقول لكم اني عامل سيرفر ديسكورد الناس بتبعت فيه شغلها وبيتكلموا، لو في مشاكل بيحلوها. فلو لسه ما دخلتش هسيب لك اللينك في الديسكريبشن. تاني حاجة، لو لسه ما عملتليش فولو على انستجرام خش بسرعة اعمل فولو عشان بنزل عليه كل حاجة تقريبا كل حاجة. يلا بينا. ماشي، اول حاجة انت هتكون عايز في الانيميشن ده كله او كل حاجة انت عايزها هما حاجتين بس: الراجل اللي بيرقص اللي انت كنت شايفه والمكان اللي حواليه. جميل. طيب الراجل اللي بيرقص ده هنجيبه منين؟ هتخش على جوجل عادي جدا، تكتب ميكسامو، هسيب لكم اللينك برضو. جميل. بعد ما تخش هتلاقي فيه كاركترز، هنا هتيجي على كاركترز هتلاقي كل الشخصيات اللي موجوده جوه. انا اخترت ده اللي هو اسمه مانيكان ده عشان يعني ما فيش حاجه هتبان منه كده كده، فهو ايه بسيط يعني. بعد ما تختاره هتيجي هنا كده في الانيميشن الحركه بقى بتاعتك، فانت هتكون عايزه بيرقص. هتلاقي فيه حاجات كتير قوي هنا، وممكن تعمل سيرش تكتب مثلا دانس وايه هتلاقي حد ايه بيرقص. بس عامه يعني مثلا في كوبيرا دي مثلا اهي، لو دوست بلاي هنا اهو. ماشي. بعد ما تختار اللي انت عايزه ايا كان بقى مش هتفرق خالص، تيجي هنا كده عند داونلود 30 فريم او ايا كان انت عايز ايه يعني. بس لو اخترت 30 فريم هنا يبقى لازم في بلندر تبقى 30 فريم، بس يعني مثلا 30 فريم وهنا اف بي اكس زي ما هي داونلود. جميل. ماشي، انا خلاص كده كده عملت له داونلود فمش عايز. ماشي. بعد ما انت عملت له داونلود وكل حاجه تخش بقى على بلندر. جميل. نيجي بقى هنا كده نحط كيوب. ماشي، الكيوب بتاعنا ونعمل له سكيل 2 يعني اس 2. ماشي. وبعد كده نطلعه فوق كده. حلو. بعد كده هنحط الراجل بتاعنا اللي كان بيرقص منين. فايل امبورت اف بي اكس، انا هجيبه. انا شوف انت كنت مسيبه فين وانا برضه اشوف انا كنت مسيبه فين. فين؟ ايوه اهو. ايش هياخد حبه وقت صغيرين قوي كده لحد ما يخش اهو. خلاص موجود. جميل قوي. طبعا انت مش شايفه، هو مش باين عندك، فعشان تشوفه ممكن نعمل ايه واير فريم كده. جميل. دلوقتي في الفلويد سيميليشن بتختار حاجه تبقى هي الدومين، حاجه اللي الميه بتخبط فيها وكده، وحاجه اللي هي بتبقى الان فلو، الحاجه اللي الميه بتطلع منها. فالميه عندك هتطلع منين؟ إيه؟ من الراجل اللي بيرقص زي ما انت شفت في الانيميشن. والميه بتنزل في ايه؟ تخبط في ايه؟ تخبط في البوكس ده. حلو. فاحنا هنختار البوكس ونيجي هنا كده في اللي هي دي اسمها ايه دي، في الفيزيكس بروبرتيز. جميل. وتدوس على فلويد. بعد ما تدوس على فلويد هتيجي على النون دي تخليها دومين. جميل. انت خليتها دومين اهو، حتى في بوكس هنا كده ظهر، بس احنا مش عايزينها جاز، احنا عايزينها ليكويد. فنختار ايه؟ ليكويد. حلو قوي الكلام ده. ماشي. جميل. بعد ما اخترناها ليكويد نقف كده لحد هنا. بعد كده نيجي على الراجل بتاعنا نختار برضو ايه؟ فلويد. بس بدل دومين هنختارها ايه؟ فلو. وبدل سموك هنخليها ليكويد. جميل. حلو قوي. وبدل جيومتري هنخليها ايه؟ ان فلو. جميل. لو جيت تدوس بلاي هتلاقي ايه؟ شايف اهو ده الفلويد سيميليشن بتاعك اهو شغال اهو بالظبط كده. نصيحة مني بقى تانية عشان دي يعني مشكلة الناس كلها بتقع فيها: لو لقيت ان هو ما اشتغلش عندك او ما لقيتش الحاجات الزرقاء دي بتنزل اللي هي الميه، عادي امسح وابدا من الاول. ان هو فلويد سوليوشن ممكن يعلق، ممكن يحصل حاجات غلط فيه، بتحصل كتير يعني، فاهم؟ ماشي. بعد ما اخترنا الحاجات دي وخلاص ظبطنا كل حاجه نيجي فين بقى؟ نيجي هنا كده في البوكس بتاعنا تاني ونختار هنا مش. ماشي. ايه بقى حوار المش ده؟ يعني لو دوست دلوقتي بلاي هتلاقيه بينزل لك على هيئه ايه؟ لو دوست هنا كيف سوليد مش اهو، دي الميه اهي، فاهم؟ بس طب يا سيف هنا مش حاسس ان هي مكسره ومش مظبوطه والجسم باين؟ انت مختارها صح؟ رايت كليك شيد سموز. حلو. بالنسبه بقى حته ان هو يعني جسمه باين مش زي الفيديو اللي انا كنت عامله، هقول لك دي حلها ايه. شايف هنا كده في الريزوليوشن هي 32، انا كنت عاملها 128 بس انا جهازي هيستحمل 128. فلو انت جهازك مش هيستحمل 128 جرب تعملها 64 اهو كده، فاهم؟ 64 اهو ايه لو دوسنا بلاي، بس هيبقى بطيء طبعا جدا، فاهم؟ لو انت جهازك هيستحمل اعملها 128 طبعا، بس بتاخد وقت.
حلو أوي. طيب ماشي خلاص، مثلا عملناها 64، تنزل تحت هنا كده وتختار الفولدر اللي انت عايز يتعمل فيه الكاش. ماشي، انا مثلا هسيبه زي ما هو في السي. حلو، بدل ريبلاي هنخليها اول. بعد كده في بيك اول دي دوس عليها. جميل، انا هدوس عليها برضو عشان ابقى معاكم. بعد ما تدوس عليها هتلاقيه تحت هنا ايه، بيعمل بيك. ايه بقى حوار البيك ده؟ عشان ده فلويد سيميليشن، فهو يعني مش هينفع كل شويه يقعد يحسب لك الحاجات دي، فهو بيعمل لها بيك مره واحده وبعد كده الجهاز يبقى ايه، سريع بالنسبه لك عادي. فانت دلوقتي هتستنى بقى لحد ما ايه، يعمل بيك. بعد ما يعمل بيك، عشان بس ايه نعدي شويه الوقت دول، بعد ما يعمل بيك هتخش بقى بكل بساطة هنحط الإضاءة بتاعتنا، وهنحط اللون بتاعنا بتاع الراجل وبتاع المية أو أيا إن كان أنت عايز تبقى إيه هي يعني، وبس كده. لو أنت بقى الجهاز بتاعك مش هيستحمل أنت تعمل أنيميشن لحاجة زي دي، فعادي أنت ممكن تاخد يعني تعملها صورة ريندر عادي، فاهم؟ مش الموضوع مش صعب يعني. بس حاولت أرجع عشان الوقت يعدي، بس لسه ما عداش. سيبه سيبه، بياخد وقت طبيعي. طب يا جماعة، بالنسبة ان احنا فاضيين، عايز اقول مبروك على 1000 سبسكرايبر والله. حاول عندي وقت والله، بس يعني المهم ان الموضوع بسيط يعني، احنا يعتبر خلصناه خلاص. هو ما فيهوش اي حنكة، الموضوع سهل خلاص. قربنا 185، 186، 87، 88، اهو قربنا. طب يا جماعة، نستغل الوقت الفراغ ده وافكركم انكم تخشوا على ديسكورد. اسمعوا مني، خشوا على ديسكورد، هسيب لكم اللينك. ولازم تخشوا على انستجرام، ده بجد بقى، ده لازم تخشوا. كل حاجة موجودة فيه عملتها في حياتي من يوم ما بدأت، وهفضل انزل لسه في كتير. ماشي، يا رب بقى يكون خلص قرب اهو. خلاص ايوه، الف مبروك. ماشي خلاص، دلوقتي بعد ما عمل بيك لو دوسنا بلاي، شايف بقى اسرع ازاي؟ طبعا ايه يعني، مش سريع اللي هو صاروخ، بس احسن من الاول مليون مره، فاهم؟ بالمنظر ده جميل. خلاص احنا كده يعتبر ايه، عملنا كل حاجه. نحط الكاميرا بتاعتنا، شيفت ايه كاميرا، نرجعها لورا كده، ندوس زيرو عشان نبص هي كانت باصه فين، في الروتيشن 90. انا بظبطها، انت عندك برضو ظبطها يعني، مش نفس الارقام يعني. طبعا هطلع كده شوية وارجع ورا شوية ماشي، مش مشكلة. الكاميرا دلوقتي يعني انت ظبطها زي ما تحب تظبطها. نيجي بقى هنا في ال world properties بتاعتنا، ونختار environment texture، واحط HDRI بتاعي. انت برضو ممكن اسيبه لك برضو عادي يعني، عشان برضو ايه يبقى كل حاجة موجودة. نختار ده مثلا، نيجي هنا كده في الريندر نبص بقى. انا بحب الصراحة اخلي الحاجات دي سايكلز عشان ايه، واقعية يعني. ماشي، ونعمل ريموف للباك جراوند بتاعة السايكلز. ازاي بقى؟ نيجي هنا كده في الورلد ري فيزابيليتي، دوس على الكاميرا اللي مفتوحة دي اقفلها. ماشي، بعد كده نختار الماية بتاعتنا، نيجي هنا كده في شيدنج، ندوس ريندر. انا هخليها نفس اللون الاحمر اللي انا كنت عامله هنا كده. نيو، اختار لون احمر، كنت مغمقه شوية كده، كنت بخلي الرفنس بتاعته قليلة، ومعلي الميتاليك بالمنظر ده. والشخصية نفسها الكاركتر، هو كان طبعا جايب كل حاجة بتاعته، ففي البيس كولر هنا هتشيل ده كده وتخلي اللون احمر برضه عشان ايه، ما يبقاش فيه فرق كده بالظبط، فاهم؟ بس كده. وبرضو الكاميرا انا كنت بخلي الريزوليشن بتاع الاكس 1080 والواي 1080، الاتنين 1080. فعشان دلوقتي نظبط الدنيا احسن، نيجي هنا كده في الكاميرا ونزودها كده بالمنظر ده. بس لو جيت بقى في اي حتة هنا هتلاقي الفلويد سيميليشن شغال بتاعك، هتلاقيه انيميشن. انت لو عايز تخليه ايفي عادي جدا سايكلز، دوس ايفي مفيش اي حاجة. انا بس بحب اخليها ايه بصراحة، سايكلز يعني. بس لو هتعمل ريندر بسايكلز، هتيجي هنا كده في الاوتبوت بروبرتيز،
تختار المكان اللي انت عايز تسيف فيه وخليها بي ان جي ماشي، وامر ريندر انيميشن. جميل. لو عايزها بقى ايفي هتخلي دي، هجرب معاك اكنها ايفي اهي، هتخلي دي تختار المكان قصدي، بعد كده في بي ان جي دي تختار اف اف ام بيج، بعد كده الانكودنج ام بي اي جي 4، بعد كده يا معلم دوس ريندر انيميشن برضو واستنى. طبعا هياخد وقت، فلو في حد الجهاز بتاعه مش هيقدر يعمل انيميشن عادي جدا انك تعمله سايكلز، تعمل ريندر لحاجه زي دي، تدوس ريندر كده ايمج وهتبقى جامده برضو. طبعا ممكن بقى ايه تغير اي حاجه انت عايزها، اللون بقى عايز تخليه لبني، عايز تخليه بص اي حاجه انت عايز تعملها فيها اعملها فيه. بس كده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب، عايزين نزيد، وخش على ديسكورد وانستجرام زي ما قلت لك واكتب لي كومنت، وشكرا.